السلام عليكم، مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم. اليوم دشينا لايف مع القطعه دي الطويله لامور فنيه. اليوم بنتكلم عن شغله وايد وايد مهمه، بيستفيد منها الكثير من الناس اللي عندهم البزنس ولا بيبتدون بزنس او عندهم حتى اخذ لهم فتره طويله في البزنس. اليوم عندنا بنتكلم عن شيء اسمه كاستمر جيرني، فمن كذي انا اضطريت حق نكتسب الخبره من ذوي الخبره، فاستضافيت اليوم حمر طلال، وهو متخصص في ذي المجال، في مجال البزنس كوتشنج. انا واحد احاول اصير زين في هالمجال لكن مو بنفس محمد طلال. محمد طلال صاحب التخصص، تفضل لك المايك. اول سؤال بسألك اياه، شنو هو الكاستمر جيرني؟ اول شيء بعد لا تقول لي بس بالانجليزي، قول لي بالعربي، لان في ناس، انا واحد كنت ما اعرف شنو الكاستمر جيرني الا لين تثقفت شويه. تفضل الله يسلمك. زين قبل لا تفضل، الحين انا ايش قد صار لي اشرح لك شنو الكاستمر جيرني؟ شنو الكاستمر جيرني؟ تقدر تقول لي في 30 ثانيه شنو الكاستمر جيرني عشان سبا اشوف مفهومك عشان ايش قد اشرح. اوكي، في البداية الكاستمر جيرني أنا حسب اللي شرحك لي، إذا أنت شرحك شوي في خربطة موري، أنا مو بذنبي لكن هذا ذنب محمد طلال. أول شيء الكاستمر جيرني هو عبارة الرحلة اللي يقوم فيه الكاستمر في أثناء شراءه ولا قبل شراءه حق برودكت معين. مثال على ذلك، يعني أنا كاستمر بروح أشتري مثلا، خلينا نقول بيبسي. انا شلون اول شيء عرفت عن البيبسي؟ هل احد يقول لي؟ شفيته في الاعلانات، شفيته في التلفزيون، في الفيسبوك، في الانستغرام، في اي مكان شفيته. فانا اول شيء اكتشفته من دي الموضوع، عقبها رحت مكان معين شريته، عقب ما شريته صار معاي، هل عجبني ما عجبني، عقب ما دقته قلت لا انا مو براجع له برجع له ولا لا. فهذه رحلة الكاستمر اللي هي يسمونها كاستمر جيرني. عدل كلامي ولا في غلط؟ صح كلامك. انزين بس خلني اعيد صياغته انزين عشان اشرحها بالطريقه الصحيحه، بس مفهومك صح حق الكاستمر جيرني، عشان ما سويت الديزاين العجيب اللي محطوط ورا واللي الحين قاعد نغير فيه. الكاستمر جيرني، الكاستمر جيرني هو عباره عن شنو؟ طبعا بالعربي مثل ما انت قلت رحله الكاستمر هو عباره عن عده تفاعلات بين الزبون او حتى الغير زبون مع الشركه او المؤسسه او المطعم او اي نوع من انواع البزنسز. هاي التفاعلات تكون منها التفكير، منها المشاعر، ومنها التصرفات، شلون الكاستمر يتصرف وشلون الشركه تتصرف معه. زين، ومن هاي التفاعلات تنتج منها التجربه اللي هي تجربه الكاستمر، اما تكون تجربه ايجابيه او تجربه سلبيه. اوكي، فشنو هي عباره رحله الكاستمر؟ رحله الزبون. شنو احنا قلت عباره عن عده تفاعلات. اوكي، وهاي التفاعلات منها التفكير ومنها منها المشاعر ومنها شلون تتخذ قرارك انك تشتري السلعه ولا لا. انزين، قبل لا ابتدي اشرح شو الكاستمر جيرني، ليش مهم الكاستمر جيرني، ليش مهم تصمم الكاستمر جيرني، مهم اول شيء تفهم من الكاستمرز مالينك. اوكي، فانت اذا عرفت من الكاستمرز مالينك بتعرف شلون تقدم لهم وتقدم لهم خدمات اللي تناسبهم اكثر، وخدمات تقدمها بالطريقه اللي تكون انسب لهم. يعني هل يفضل يستخدم التليفون اونلاين، يستخدم اب، هل يفضل انه شخص يجي للبيت. انت لما تعرف الكاستمر مالك تعرف عمره، تعرف شنو الجندر ماله، تعرف كم قدرته الماليه ايش قد. لما تحدد انواع الكاستمر مالك بتعرف شلون ترتب خدماتك وتقدم خدمات افضل. اوكي، في نفس الوقت انت لما تصمم الكاستمر جيرني مالك بتشوف وين عندك اخطاء. مثلا عندي انا خطا مثلا في التوصيل، او عندي خطا مثلا في الاعلان، او عندي خطا مثلا في التسجيل، على حسب انواع البروسس مالتك. وفي نفس الوقت احد اهداف الكاستمر جيرني ان انت تاخذ تعليقات الكاستمر، الفيدباك من الكاستمر. لما تاخذ انت فيدباك من الكاستمر، الكاستمر يساعدونك في تطوير خدماتك، والشيء الثاني يساعدونك في ان انت تشوف فرص جديده في السوق. يمكن اي الكاستمر يقول لك فكره او يقول لك تعليق يخليك يفتح عينك على اشياء انت ممكن تقدمها ما فكرت فيها من قبل. فهاي هي الاسباب اللي ليش الكاستمر جيرني مهم.
عشان اكمل لكم شنو الكاستمر جيرني، بعطيكم كذا مثال بسيط. مثلا مثال السياره، مثال معروف وسهل وبسيط. انت لما تشتري السياره اول شيء تاخذ اقتراحات الناس، اقتراحات الناس اتسي بيست اون خبرتهم انزين وتجربتهم مع سياراتهم السابقه او اقتراح اشخاص اخرين. اوكي، بعدين لما تروح المحل او تشوف الاعلانات وتقعد تقرا الدش اونلاين تدور، هاي كلها بارت من الكاستمر جيرني. تروح المحل زين، السيلز شلون يبيعك، شلون يراويك السياره، شلون التست درايف، هاي بارت من الكاستمر جيرني. طريقه شراء السياره، تسليم السياره، تشوف في ناس يتحلطمون مو على السياره ولا على شيء، على ايش قاعد ننتظروا ان السياره اخذ لها اوردر مده طويله، هاي جزء من الكاستمر جيرني. بعدين يجي لك السيرفس، ليه ما انت قرر تبيع السياره، هذه كلها كاستمر جيرني. في سيارير تنباع بسرعه، في سيارير ما تنباع بسرعه. انت تشوف الناس حتى يقول لك اشتري دي السياره، بعدين اذا تبي تبيعها تنباع، لا تشتري دي السياره صعب تبيعها. هاي كلها جزء من كاستمر جيرني، وجزء انت تفكر فيه شلون من زباينك ومن اللي بيشتري هاي السياره. طبعا كل سياره لها جمهورها، وكل جمهور من طبقه مختلفه وعمر معين. هاي كلها هي في كاستمر جيرني لما انت بتسوي اي سلعه او اي برودكت. خلي بقول لك تجربه شخصيه انا صارتني قبل يومين عشان اشرح لك الكاستمر جيرني بطريقه افضل. قبل كم من يوم انا كنت ابغى اطبع البزنس كارد واطبع اللتر هيد والانفلوبس مال اني، قلت بطبعهم في امريكا. اوكي، وانا داش اون لاين وبيسوونهم لي دليفري، وانا داش اون لاين شفت في مطبعه في البحرين الحين قاعده تسوي كذي. يا سلام، انا استانست تشققت من الوناسه ان في عندنا شيء كذي في البحرين. دخلت سويت ابلود الارت وورك وكل شيء، والمبلغ كان خيالي يعني وايد رهيب. فانا حاليا مستانس من الخدمه اللي اونلاين وخدمه من السعر نفسه زين، وقدمت الطلب، يعني ايميل انه وصلنا الطلب. اوكي، هاي احد الان الكاستمر مالتي جيرني مالتي زينه صح؟ من احسن ما يكون. عقب يومين اتصلت على الشركه، قلت لهم انا طلبت اونلاين كذا 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 كذا، ترى الموظف ما يعرف شو السالفه. اوكي، هذه نقطه سيئه على الشركه. اوكي، فانا قلت له حولوني على قسم ثاني، حولوني على قسم ثالث، ما حد يعرف. كم سكت التليفون، قلت انه خلاص انزين بشوف متى بيردون علي. وهاي هاي النقطه يبين ان الشركه ما فكرت بالكاستمر جيرني، انه ما عرفوا وما توقعوا انه في اللي طلب اونلاين ترى بيتصل بالتليفون يتابع، مو بس اونلاين وخلاص. اوكي اوكي، هاي نقطه واحده. النقطه الثانيه، عقب يومين يعني صار لي 4 ايام ما حددوا لي هو من يوم لي ما بيني الباكج. اتصل لي مسؤول في الشركه وقال لي مشكور قدمت لنا كذا كذا كذا، واتصاله كان وايد جميل ومن احسن ما يكون. اتصاله هذه محى النقطه السيئه اللي كنت انا ماخذها نسيتها. ليش؟ لان في اتصال ايجابي يعني من الشركه. المهم بعد كم من يوم يعني اتصال من واحد اسيوي ما اعرف، يقول لي انت وين؟ اتصل فيني يقول لي انت وين؟ خير، ما ننسى زين، شنو انت وين؟ قلت له ما ننسى. اللي يقول لي انت وين؟ انا عندي لك باكج. زين، باكج من وين؟ انت اي شركه؟ شو السالفه يعني؟ انا مو اول، مو كل يوم تجيني باكجات. اوكي، قلت له انا من شركه الشحن الفلانيه. زين، من وين جاي الباكج؟ قال لي من الشركه اللي انا طالب منها. اوكي، وين انت؟ وين العنوان؟ اسلوبه كان سيء بطريقه مو طبيعيه، لدرجه اني قلت له تدري لا تجيب الباكج، انا باي باخذه من مكتبهم. اوكي، اخذت الباكج مكتبهم وقلت حق الشركه مالت الشحن ان اسلوب الموظف مالكم كان سيء. هل الشركه انا طلبت منها الـ الخدمه لها علاقه بشركه الشحن؟ لا لا، يعني تأثر على الكاستمر جيرني مال انا ولا لا؟ صح، فمن الضروري ان انت تختار الشركه المناسبه اللي تكون متدربه وتمثل شركتك بالطريقه الصحيحه. صح؟ صح، تتاكد انهم يعطون الكاستمر مالك بطريقه صحيحه. هاي نقطه. الباكج مالي للحين ما خلص، في بعد اشياء لازم توصل. عقب بعد 3 ايام اتصل فيني موظف من الشركه نفسها، درايفر. اوكي، ما ياكل شركه الشاحن هالمره، درايفر. اوكي، صراحه لو عجبني ما بعرف يستخدم العنوان،
ولا يعرف وين منطقة التوصيل، وكل شوي كان يتصل لي وأنا مشغول، كان في نفس اليوم عندي كلاينت قاعد أقدم سيشن. حلو. كل شوي يتصل، كل شوي يتصل لي، قلت له بطرش لك اللوكيشن. المهم صارت القصة طويلة، ليه ما المهم صارت، ما بقول القصة كاملة، ليه ما وصل الشحنة أخيرا عقب ما أنا استفزاني استفزاز. أوكي. تذكر أول جملة قلت لك إياها على الخدمة؟ كنت حدي مستانس إن الخدمة موجودة أونلاين. أوكي. شفت شلون انتهت الخدمة؟ نعم. بطريقة سيئة. فهاي الكاستمر جيرني شنو؟ ما أنتوا عندكم خدمة من أروع ما يكون، لكن في الدليفري مكملة، ما علاقة في المطبعة أصلاً. أها. زين، المطبعة مو بشغلها تسوي دليفري، بس أنت قدمت خدمة الدليفري مفروض تكون بصورة جيدة. أوكي. عقب يوم واحد أو يومين اتصل لي نفس المسؤول اللي اتصل لي آخر مرة، قال لي شلون الخدمة وشلون كذي وشلون كانت. قلت له بصراحة خدمتكم وايد زينة، بس الدليفري كان وايد مزعج بالحالتين، شركة ثانية وموظفتهم زين. قال لي لا ما يصير خاطرك الا طيب وكذي. هذا الشخص حدد اي ميتنج مرة ثانية على اساس يحسن الصورة، وقال لي ان احنا هاي الخدمة تونا مقدمينها وقاعدين نطورها. ترى تشوف الكاستمر جيرني دائما في مجال نتعدلها. الكاستمر ترى بالكلمة نفس البنية، بالكلمة الحلوة يرضى ده. اوكي. عرفت شلون؟ اوكي. زين. عندنا محمد بس دقيقة، عندنا عبد الله علي في الفيسبوك، والجماعة اللي موجودين في الانستغرام، في الكل يسلم ويرحب. عبد الله يقول يعني يوم تكلمنا في المقدمة، لأن أنا ما قريت الكومنت الحين توا، الشعور والتفكير يعني في هو اللي حاصل بين الكاستمر والبرودكت. ماري أنا هو كاتب لنا تعويض الرسائل فكرة سلبية برسالة إيجابية، يعني ممكن لأن تتعوض الأشياء السلبية بفكرة إيجابية. ماري هل هذه قصدي ولا لا؟ يعني إيه هي السالفة؟ إن أنت ممكن لأ تقول حق الكاستمر أشياء زينة وترويهم أشياء زينة، بس ما تكمل الحلقة. يعني مثلا أنت عطيت سيرفس معين أو عطيتهم أشياء الكاستمر يبيها، بس التكملة يعني هي لازم انت تعرف اللي توصل الكاستمر من هذه النقطة ليه النقطة الأخيرة، ليه فترة الاستلام، ليه نستلم البرودكت ماله ويكون هو ساتسفايد، وحتى لين عقبها السيرفيس. يعني مثال إذا اخترب وإذا صار شيء، شنو 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 الإجراءات اللي بتصير، شنو هذه كلها 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 لازم التاجر يحطها في باله، انه هذه رحلة الكاستمر لازم انا عارفه كلها. زين الحين صح. انت ك يعني نقول شو نقول بزنس كوتشنج، انت كشخص انا خلنا ناخذها اوكي، انا اخذها اول شيء هاي ماركتنج كوتشنج. اوكي ماركتنج كوتشنج. اوكي اوكي انزين انا دائما اغلط في ذي السالفه ماركتنج كوتشنج. اوكي خلنا ناخذها الحين، انا كاستمر او كاستمر مالك انت. اوكي جيتك يا محمد، قلت لك يا محمد والله انا عندي المحل فلاني اوكي، وابيك تفهمني شنو الكاستمر جيرني مالت الكاستمر مالي، شنو الاجراء اللي مفروض اسويه انا، شنو المعلومات اللي تبيها مني انا. اوكي تبى ابتدي لك من البدايه؟ طبعا في البدايه انت لازم تسجل عندنا اونلاين، تاخذ موعد وتاخذ ديسكفري سيشن. اوكي زين، احنا تكلمنا عنه من قبل عشان نعرف نوع البزنس مالك ونشوف شنو الفرص الموجوده عندك في السوق وشنو لا. طبعا احنا بننصحك اذا انت تحتاج الكاستمر جيرني ولا لا، بس خلينا نفترض ان انت كنت تحتاج الكاستمر جيرني. اوكي اذا انت تحتاج الكاستمر جيرني اتينا، اول شيء نفهم نوعيه الزباين حق الخدمات اللي انت تقدمها او السلع اللي انت تقدمها. اوكي شنو السلع اللي انت تقدمها، بعدين نشوف انت المبلغ اللي قاعد تدفعه حق تطوير الكاستمر جيرني هل بنفعك ولا لا. عرفت شلون؟ شنو الخدمات مثلا في جيف اويز، تقدر توفر كول سنتر ولا تقدر توفر واتساب، هل الناس بيسمعون عنك في السوشيال ميديا، هل تبي اسلوب الناس يتكلم يعني اسلوب اللي الطريقه ان تحصل زباين فيها اكثر هي الورد اوف ماوث، ان الناس يتكلمون عنك. في البحرين طبعا احنا كديره صغيره افضل طريقه حق الشخص يعرف عن البرودكت مالك هي الورد اوف ماوث، علشان كذي احنا عندنا في البحرين الكاستمر جيرني وايد مهم، لان اذا واحد صارت تجربه مو زينه بينتشر الموضوع. واحنا ان جنرال في العالم هالايام اي واحد يصير تجربه مو زينه تويتر ما يقصر، عرفت شلون؟ والسوشيال ميديا ما تقصر. فهو لما يجينا احنا نشوف
الخدمه اللي يقدمها، هل السلعه اللي يقدمها تحتاج بعدها سيرفيس. اوكي البرودكت والسيرفيس في انواع، في كور برودكت، في اوجمنتد برودكت، في يعني في عده حلقات في الخدمه او السلعه اللي انت تقدمها. في ضمان مثلا، الضمان شيء في البرودكت مو دائما تحصله، الضمان وين يروح؟ يروح حق السيرفيس. عرفت؟ هاي كل الاشياء احنا نشوفها نحسبها كامله زين. وانت شلون تخلي الكاستمر مالك يرجع ويجيب كاستمر زياده معه؟ عرفت شلون؟ اوكي. فاحنا اللي نسويه لما انت تجينا نبتدي اول شيء بتحديد نوع الاودينس، نشوف نوع البرودكت مالك، بعدين وي ديزاين رحله الكاستمر اللي للحين اللي الكاستمر اللي للحين ما صار زبون لك ما يعرف عنك شلون بيتعرف عليك. زين. واحنا دائما ما نخلي الكاستمر يروح، الكاستمر جيرني ما نقطع العلاقه، نخلي دائما العلاقه متواصله. حتى لو الكاستمر ما كان يشتري من عندنا لازم نكون دائما في الصوره عند الكاستمر ونخليه يدنا كاستمر زياده. وشلون نحول الكاستمر مالنا او اللي خدمناه مره او مرتين زين انه يكون ادفوكت حقنا، شخص يتكلم عنه ويجيب لنا كاستمر، شخص يكون مشجع حق الشركه او البزنس. عرفت شلون؟ اوكي. فهاي الاشياء احنا نسويها. طبعا احنا في هاي الباكج تكون 6 جلسات احنا نسويها. في باكج يتكون 6 جلسات، كل جلسه تكون عباره عن ساعتين زين. نحلل فيها الخدمات اللي تقدمها كامله، وشلون انت تصمم كاستمر جيرني اللي تستفيد منها وزباينك يستفيدون منها. أوكي. خلني اقول لك شنو هي فوائد الكاستمر جيرني اللي انت تستفيد منها اذا خذيت السيشن من عندنا. اول شيء اللي تستفيد منه انه هو انت تحسن من رضا الكاستمر مالك. اوكي. كاستمر دائما يكونون راضين عندك. ليش؟ لان انت حسبت كل مرحله وكل تفاعل وكل خطوة هم بمرون فيها. أوكي. وبقدر الإمكان تقلل من نسبة الشكاوي وتقلل من نسبة الكاستمرز اللي ممكن تخسرهم. الشيء الثاني احنا عندنا شيء اللي هو repeated customer، خلي رد يرجع يشتري من عندك. ولاء الكاستمر، كاستمر لويالتي. شلون تسوي برنامج في الكاستمر جيرني مالك يخلي الكاستمر دائما يرجع لك وتكون صفة تنافسية في شركتك، ان انت شنو يميزك عن منافسينك في السوق؟ الكاستمر جيرني مالك، ان الكاستمر مالينك يكونون مستانسين حتى لو كان سعرك اغلى، حتى لو كان البرودكت المتنافس فيه مميزات اكثر، بس انت الشيء المميز فيك ان الكاستمر يطلع مستانس. اوكي. عرفت شلون؟ الكاستمر يكون مرتاح. فهاي هي احد الفوائد. وشلون نقدر نخلي الناس يتكلمون عنه بطريقه اكثر ويجيبون لنا زباين ثانيين معهم، امه ابوه اخته اخوه ربعه اخوانه الناس اللي معه في الشغل. أوكي. شلون نخلي ترحنا احنا بدال باقي المنافسين في السوق؟ وغير ذي شلون احنا نزيد نسبة المبيعات وشلون نبني علاقة قوية بيننا وبين الكاستمر. فهاي هي الفوائد اللي تستفيد منها في الكاستمر جيرني، ان انت تكون علاقتك مع الزبون محسوبة، لان مو بس انت الشخص الوحيد اللي تتعامل مع الكاستمر، انت عندك موظفين. شلون تجرب موظفينك؟ كل موظف ان تخلي علاقتك مع الكاستمر عباره عن حلقات متواصله من زين، هدفها هي ارضاء الكاستمر وان الكاستمر يرجع لك مره ثانيه. زين محمد طبعا. بس دقيقه الشباب اللي موجودين في الانستغرام ولا موجودين في الفيسبوك، اذا احد عنده سؤال عن الكاستمر جيرني، عن موضوعنا ولا اي موضوع ثاني يخص الماركتنج كوتشنج، ممكن لا يسال على الفيسبوك ولا على الانستغرام. واللي ما شاف الحلقة دي ممكن لي يشوفها كاملة، ولا يشوف الحلقات اللي سويناها كاملة عن الستارت اب والماركتنج كوتشنج في اليوتيوب. ان شاء الله بننزل الحلقات كلها نازلة. واللي يبي الكونتاكت مال محمد ممكن نحط الكونتاكت مالك، لان الحين هذه الكونتاكت اظن مالي. لحظة دقيقة خلنا نطلع الكونتاكت مال محمد حق يتواصلون معك في حالة وينه؟ اوكي لا مو بذي، هذه انا وين اهكاهو سكشن 2 بوم. اوكي هذه تحت الكونتاكت مال محمد بيطلع ايه عدل ايه هذا هو هاي الكونتاكت مال محمد مال سكشن 2. ممكن لديشون على الويب سايت، ممكن لديشون تتصلوا للتليفون، ممكن تواصلون معاه حتى على الانستغرام. زين محمد الحين انا عندي سؤال شوي، انا مو سؤالي عن يعني
مندش في التفاصيل، بس كثر ما انا ابي اعرف يعني انا محمد لويت وقلت لك يا محمد والله انا ابي اسوي كاستمر بسوي عندك الكاستمر جيرني باكج زين، لكن في البدايه بتاكد انا هل في جارانتي ان انت بتضبط لي كل الكاستمر جيرني وتضبط لي الرحله مالت الكاستمر اذا جيتك؟ يعني الحين من حقي اساله، انا اقول ايش ضمني وانا بدفع لك المبلغ ذي كله، لا انت بتسوي لي هاي الخدمه زينه وبتضبط لي كل شيء؟ سؤال وجيه يعني، الناس تسال هالسؤال اظن. شوف يعني هاي السؤال وايد يعني انزين، بس دائما احنا من الديسكفري سيشن لما الكاستمر اي عندنا بس ديسكفري سيشن بروحه يعرف ان ترى انا بعطيك الخدمه من احسن ما يكون. ما بقدر اقول لك الحين ليش احنا لما تينا انت ديسكفري سيشن نعطيك ريبورت وايد واضح عن الاشياء اللي انت تحتاجها اوكي، واحنا ما بنعطيك شيء انت ما بتحتاجه، عرفت شلون؟ اوكي. ولما انت تقول لي شلون بضمن لك ان انت بتحتاج الكاستمر جيرني، ان انت تستفيد من الكاستمر جيرني، اذا انت اصلا ما بتستفيد من الكاستمر جيرني انا من البدايه ما بعطيك اياها، عرفت شلون؟ فما في شيء انا اقدر اقوله لك يعني، حالك حال اي مكان تروح انت استشارات ما بقدر اقول لك ان انت ما بتستفيد، عرفت؟ لان انا شغلتي الاساسيه اني افيدك. اوكي. عرفت شلون؟ فإذا أنت ما استفدت هاي يعتبر إن أنا عندي خلل عود في الخدمة اللي قاعد أقدمها، which is يعني إحنا حاليا كل من عندنا الحمد لله مستفيدين ومستأنسين وبالعكس من أحسن ما يكون يعني الحين بنرجع حق لك أنت الكاستمر جيرني اللي أنت أو الخدمة اللي أنت تقدمها الحين بتعطيني أنت الباكج والسيشن اللي بايلس معاك فيه وباخذ ذي، هل بتهدني هاللوم تخليني عقبها ولا بتهدني؟ لا تبي اسال الكلاينت ماليني بصراحه، ما اي هذه لازم اسال الكلاينت. انا هني اقول لك اسال الكلاينت شوفهم مستانسين ولا لا. اوكي. يعني انا قريت كم فيدباك موجود في الويب سايت زين، بس انا اتمنى الحين حتى الويب سايت مالك انه يعني اشوف الكلاينت. انا الفيدباك دائما احنا عندنا في الخليج بشكل عام مري، انا طلعت برا يوم سافرت امريكا، طالع حتى اي ابلكيشن اي ويب سايت اي مطعم تروحه اي مكان لازم الناس تخلي فيدباك عن الشغله معينه. احنا في الخليج ما يخلون، عدل ولا الفيدباك اظن وايد مهم ان انت تعدل من السيرفيس مالك، عدل ولا الحين هل هل احنا في الخليج ثقافه الفيدباك هذه مو موجوده؟ شوف احنا عندنا هني ثقافة الفيدباك، بس هني يسأل رفيجة، عرفت؟ لازم يكون شخص مجرب يعرفه يروح يسأله. اوكي. قليل من اللي يروح يجازف، اذا شيء مو اونلاين وكاتبين عنه ريفيو ما بتحصل. فاحنا شنو سوينا في هاي الحالة؟ احنا وقعنا اتفاقيات مع شركات برا البحرين زين، اللي احنا نستخدم التولز مالتهم اللي هي شركة ميثود كيت، فهم اوفيشال بارتنرز مالينا. اوكي. وعن طريقهم هم يعني احنا على اساس ناخذ ثقه الكاستمر، نفس الخدمات اللي هم يقدمونها احنا نقدمها، احنا متدربين من عندهم ونستخدم نفس التولز اللي يستخدمونها زين، ونقدم نفس النتائج اللي ممكن تحصلها من برا. فيعني الشهاده يعني الطريقه ان انت تثبت خدماتك حق الكاستمر هو عن طريق التجربه، خلاص؟ وانت ممكن تبتدي تجرب من الديسكفري سيشن زين، تعرف نوعية التجارب يعني هي ديسكفري سيشن هدفها ان تشوف طريقة خدماتنا زين، واحنا نتعرف عليك اكثر. اوكي. عشان كذي احنا دائما نفتح الباب قبل لا نعطيك الخدمة، لازم اول شيء نسوي لك ديسكفري سيشن على اساس انت تشوف بعد شلون احنا طريقة خدماتنا. انا اكتفيت اظن بالاسئلة، عندك اي شيء تبي تضيفه؟ الله يسلمك. ابغى اقول السلوغن مال الكاستمر جيرني مالنا. اوكي. اللي هو they remember they feel okay. they talk control it. اوكي. ترى الكاستمر مالك دائما يتذكرون ويحسون ويتكلمون وانت تقدر تتحكم فيه. فشلون تقدر تتحكم فيه؟ ان انت تصمم كاستمر جيرني. فعشان شيء اقول لكم حجزوا سيشن معنا. اوكي. ان شاء الله.
ان شاء الله. اوكي عندنا عبد الله بن علي يقول جزاك الله خير اخوي محمد واخوي احمد، 10 دقائق استفدت يعني 4 معلومات مهمة احتاجها لاستمر كامل عشان اتعلمها. جزاك الله خير اخوي علي. اخوي علي يسلم عليك سلام وايد ويقول لك جزاك الله خير محمد. عندنا في الانستغرام احنا لنا مكانين لايف، عندنا محمد بن احمد بعليوفي يقول لي انا بايك اليوم الساعة 8:30، انا شو اقول له لكن شو اسوي، الامر لله احنا ناقصين ميونين. انزين مشكور يا محمد طلال، شكرا على هالمقابلة الخفيفة الحلوة هذه، اتمنى ان شاء الله فدنا الناس واستفدنا احنا. المرة الجاية ان شاء الله بعد من انا بحاول اشخل محمد طلال قد ما اقدر، لان عنده باكجات ثانية احاول نصيدها وناخذ معلومات منه. بحاول المرة الجاية ان نسوي نعلن قبلها لنش لايف وننزل نشوف اسئلتكم انتم شو اللي تبون تسألون محمد، بنحط التوبيك اللي بنتكلم عنه. مثلا اليوم تكلمنا عن كاستمر جيرني، المرة الجاية بنحاول ننزل نشوف شنو نقدر نتكلم عنه، وانتم حطوا اسئلتكم حق اذا احد عنده اي داوت. وما اظن محمد بيبخل عن اي جواب، لان انا عارف الريال كلش مو بخيل في الاجابه، وانا عارف اللي بيقول لنا اي شيء نبي. مشكورين يا جماعه وتصبحون على خير، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مع مقابلات مع شخصيات مميزه. طبعا مو بانه الجماعه اللي استقبلهم دائما شخصيات مميزه، وين هصب ايه هصب الشخصيات المميزه اللي نستقبلهم ان شاء الله. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.